يعني حضرتك خدت التكليف باغتيال عادل امام ونقلته لاعضاء الجماعه في زاويه الحمر. هو اللي حصل بعد كده نص حديث عبود الزمر معايا نقلته للناس بره فقلت لهم سيد طنطاوي الشيخ عبود قال كذا كذا, شرحت لهم كل اللي قاله الشيخ عبود, اقتنعوا بفكرته. برضو اتصدموا من تكليفهم بقتل عادل امام, مش اتصدموا لا, الموضوع كان اكبر من امكانياتهم, لان برضو الفنان عادل امام كان عليه حراستين, حراسه مصريه وحرس خاص كان جايبه هو من بره على حسابه لتامينه, برضو ما كانش بيمشي في الشارع, والموضوع برضو ايه عادل امام كان واخد احتياطاته كويس جدا, ولكن هو ايه تكليف من عبود الزمر ده شرف كبير جدا طبعا بالنسبه لهم, ولابد ان يجتهدوا حتى بقدر المستطاع للعمل على تحقيقه. فبداوا مرحله الرصد والتتبع, ان هم بيشوفوه بيروح فين, تحركاته ايه, لقوا ان بيته صعب يتعمل في حاجه زي كده في المهندسين, الاحتمال الافضل او الفرصه المسرح. او الفرصه الافضل ليهم هتبقى عند دخوله المسرح. فبدات عمليه رصده, مسرح الهرم بيدخل منين بيخرج منين, شكل الحراسه ايه, التوقيت ثابت ولا لا, هل ينفع في الطريق ولا لازم قدام البوابه, كان ده كله في اطار البحث. فطبعا المجموعه قامت بارتكاب اعمال اخرى وتم القبض عليهم. يعني اللي انقذ الفنان عادل امام هو اثناء كده كانوا هم شغالين على ملفات تانية وقاموا ببعض الاعمال اللي تسببت في ان الامن اكتشفهم والقى القبض عليهم وتم الزج بيهم في السجون. محاوله بالنسبه للفنان عادل امام كان في برضو المجموعه بتاع التنظيم الجهادي اللي هي نفذت محاوله اغتيال الدكتور عاطف صدقي, كان الهدف التالي بعد الدكتور عاطف صدقي اللي هي المعاوله التالي الدكتور عاطف صدقي اللي هو ماتت فيها الطفله في مدرسه المقريزي اللي قتل فيها الطفله شيماء. دي المجموعه كانت الخطه اللي بعدها محاوله اغتيال عادل امام, وهم المتهمين نفسهم اعترفوا كده في تحقيقات النيابه قبل اعدامهم. يعني هو الانقاذ تم ان المجموعات دي تم القاء القبض عليه. هما بعد ما قتلوا, بعد ما عملوا محاوله اغتيال الدكتور عاطف صدقي, العربيه اللي نفذوا بها العمليه كانوا شارينها من واحد من القناطر باوراق مزوره. فالراجل صاحب معرض السيارات ده كان بيمون في بنزينه, فشاف الشخص اللي اشترى منه العربيه. طبعا بعد كده الامن خده وحقق معاه وعرفوا اللي هو ملوش دعوه. عرفوا اللي هو ملوش دعوه, ده راجل تاجر سيارات واشتروا منه عربيه اوراق مزوره ونفذوا فهو كان بيمول في بنزينه هو واخوه كان تقريبا بطل كاراتيه او كونغ فو حاجه زي كده, فلمح الشخص اللي اشترى منه العربيه في البنزينه فجري وراه وطردوه, تم القبض عليه وسلم باقي التنظيم. وكان اعترف ان الخطوه الجايه قتل الفنان عادل امام. بس بتفجير لان الجهاد ما بيضربش بالرصاص, الجهاد غير الجماعه الاسلاميه تخصص الرصاص. ما شاء الله, ده ليه فلسفه شرعيه. مش ده بيخص حته عقائديه عند التنظيم وعند الجماعه. جماعه الجهاد بتعتمد, حتى تلاقي جماعه الجهاد عملياتها كلها تفجير. حسن الالفي قدام الوزاره تفجير, عاطف صدقي تفجير, محاوله حسن مبارك اللي هم كانوا عملوها في صلاح سالم برضو كانت تفجير. ليه بقى الجهاد لما كانوا مفجرين الطريق مش كده اللي هو الصرف الصحي وكانوا عاملين نفسهم عمال تليفونات وفحتوا في شارع صلاح سالم ولغموا على اساس هو معدي يفجروا هيفجروا دي جهاد تخصصات بقى تمام. ليه بقى الجهاد بيفجر؟ الجهاد بيرى كفر رئيس الجمهوريه وكفر النظام كله وكفر المجتمع. فبالتالي هو ما عنده الجهادي حياته اهم من حياه الانسان العادي الكافر ده. فبيفجر. طب يا عم انت هتفجر الراجل ده, في 20 واحد ماشيين في الشارع هيموتوا ومنهم طفله اسمها شيماء. قال لك لا, نجاح ده عمل جهادي في سبيل الله, فاحنا بنعمله ودول حكمهم عند الله. ايه قالك؟ بيبعثوا على نيتهم. اللي بيموت على اسلام بيبقى شهيد زيه زي الشهداء بتوعنا, واللي بيبقى كده بقى ربنا ايه بيبقى خده في العمليه زيه زي الطاغيه اللي احنا كنا بنغتاله. الجماعه الاسلاميه
عندها ايه بقى؟ حاجه اسمها العذر بالجهل، بتعذر الناس بجهلها. يعني ما بتطبقش على الحكم على الواحد جهل، فبتقول لك لا الناس مسلمين والشرطه برضه مسلمين، فاحنا نموت اللي احنا مسلمين. فانا عشان اروح افجر هموت 20 واحد بريء ربنا يحاسبني عليهم، لا فانا بستخدم الرصاص عشان اموت اللي انا عايزه بس. عشان اموت اللي انا عايزه بس. ما شاء فهي الله. هي دي الفلسفه بتاعت ما شاء الله، يعني ده حاجه. ايوه هم طيب، هو ده الخلاف بينهم في التفجير وال عشان نكمل الصوره. بعد ما حضرتك صرحت بحكايه عبود الزمر وعادل امام، فعبود الزمر قال ما لم يحدث. يعني لو ننتهز فرصه يعني توثيق شهادتك بشكل عام على يعني رد على انه هذا الانكار. طيب هو لم يحدث ليه يا شيخ عبود؟ الشيخ عبود في البيان بتاعه في مداخلته مع حضرتك بيقول ان هو في سنه 92 وهو عامل وقف عنف وعامل مراجعات، الكلام ده غير صحيح بالمره. صفوه الشيخ عبود الزمر كان امير الجماعه الاسلاميه من سنه 92 ببيان رسمي هو اللي اصدره انضمام طارق لعبود، ومن ضمه سنه 90 طارق وعبود الزمر انضموا للجماعه الاسلاميه سنه 90، ولكن الامر كان في السريه لان هم كانوا بيعملوا محاوله لدنج، لان هم فضلوا تنظيم جهاد مع الجماعه الاسلاميه في 90 مره اخرى كما كان ايه ايام اغتيال السادات. فمن 90 ل 92 فشلت محاوله عبود لضم تنظيم الجهاد للجماعه الاسلاميه كما كان في السابق، فاعلن انضمامه هو وطارق الزمر للجماعه الاسلاميه وتركهم لتنظيم الجهاد ببيان اصدروه هما الاثنين، واصبح عبود الزمر امير عام للجماعه الاسلاميه من سنه 92 لحد سنه 95. وان لم يكن اميرا عاما للجماعه الاسلاميه فهو عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه. لا انت بتتكلم على وضعه العام، لكن الواقعة انت يعني ما انا بقول لحضرتك كشهادة هنا انا برد عليه. انا كده برد على الشيخ عبود الزمر. فانت يا شيخ عبود بتقول ان انت كنت عامل مراجعات او موقف العنف من 92، الكلام ده غير صحيح بالمرة. انتوا ضربتوا صفوت الشريف سنة 93 وانت كنت امير الجماعة الاسلامية، قتلت رؤوف خيرت احداث التسعينات كلها، كان الشيخ عبود امير الجماعة الاسلامية، تم قتل فرج فودة والدكتور عبود والشيخ عبود امير الجماعه الاسلاميه. ليه نستنكر ان عبود الزمر يقول اقتلوا عادل امام؟ يعني ايه الفرق بين مثلا عادل امام واللواء رؤوف خيرت؟ ايه الفرق بين عادل امام؟ اقصد انه هو طبيعي ان هو مش هيعترف بحاجه زي كده، لكن انت في هذه الشهاده بتؤكد ان هذا محدث. انا باكد لان انا ما بفتريش عليه.